هل يمثل الشعر شيئا في حياتنا وليس في وجداننا؟ ولا أريد أن أضع جنب الشعر وجنب الثقافة، الثقافة التي هي الأصل فينا وما آلت إليه اليوم من تدهور كبير في حياتنا، وكيف سيكون، كيف كان وكيف سيكون. وأبدأ بما قسمه وبما يعني قسم أكاديميا الشعر العربي، الشعر ديوان العرب كما تعلمون وبه عرف، وكما قال أبو تمام: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بنات المعالي كيف تبنى المكارم. كان العرب حينما ينبغ فيهم شاعر كانوا يولمون ويحتفلون بثلاثة أشياء: إذا أنتج لهم فرسا، وإذا ولد لهم غلاما، وإذا نبغ فيهم شاعر. هكذا كان الشاعر لديهم يمثل هويتهم الحقيقية، يمثل حياتهم. كان يأخذه شيخ القبيلة أو الملك الذي هو شيخ، يعني كما هو امرئ القيس، أبو امرئ القيس يعني سمي بالملك الظلي الذي فقد ملك أبيه. العرب كانوا يطلقون على القبيلة الكبيرة لشيخها بملكها. على كل حال، فنجد أن للشعر دور مهم، يعني هنا أنطلق إلى أهمية الشعر أولا. فكان الشاعر هو بمثابة يعني القناة الإعلامية للقبيلة أو للأمة. يعني إذا سنأتي بعد قليل كيف نجد أن الشعر في صدر الإسلام مع حسان بن ثابت، وهو الذي عاش 60 لـ60 وكأنها حكمة إلهية. فـ60 في الإسلام كان هو صوت الإسلام، وكان صوت النبوءة المحمدية الحقيقية. لذلك عندما قال له: اذهب فأنت موكل بروح القدس، مشهور هذا الحديث، إضافة إلى تكريم الشعر من قبل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه. وهذا يدحض نظرية في عند أصول الشعر العربي لبرجليوث التي تصدى أو التي اهتم بها كثيرا طه حسين، ولا أريد أدخل في هذه المفاصل وقضية انتحال الشعر العربي، هذه ليست غايتي، ولكن أشير إليها فأقول يعني كيف أن كعب بن الزهير جاء إلى الرسول عن طريق أخيه هجير وقد تلثم، يعني هذه الدراما هي تصلح أيضا أن تكون، وقال القصيدة عندما أهدر دمه الرسول، فأطلق قال القصيدة الشهيرة: بان السعاد. وبان السعاد ليست السعاد التي يقصدها الشعراء دائما، إنما هو بانت قريش القبيلة. إلى أن يقول: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. تعرفون القصة كيف أن الرسول الكريم نزع بردته الشريفة وألبسها إياه فكرمه بها، فكرمت هذه القصيدة أيضا على 80 قصيدة من شعراء كبار أيضا. إلى يومنا هذا تعارض القصيدة هذه، وأيضا الشوقي الذي هو من حق أستاذنا الكبير البردة الشهيرة ليمن على القاع لأحمد شوقي، فنجد اهتمام. وهذا أيضا شيء أريد أن أشير إليه للثقافة، يعني أيهما يصنع الحياة الثقافية، الشعر أم الثقافة أم كلاهما؟ هناك في بعض الأحيان قصائد قصة هذه القصائد هي أفضل وأجمل، يعني هي تكون فاكهة الحديث ونادرة القول، وهذه في مجالسنا العربية مشهورة وفي صالوناتنا الموجودة الآن في الدول العربية التي ما زال البعض منها. فأعود إلى قصة أهمية الشعر، كيف كان مكرما الشاعر وكيف كان يهاب أيضا هذا الشاعر، مهما كان صوته وصوته أيضا في اللغة. إذا أخذنا نموذجا من الشعر العربي كله، نأخذ نموذجين على سبيل المثال: نموذج من العصر القديم، لنقول من العصر الأموي الإسلامي والمخضرمي، الحطيئة الهجاء الشهير، والذي هناك أيضا قصة الزبرقان الشهيرة التي يعني تطول قصتها في الحقيقة، لكن نختصرها بشيء بسيط لكي ندخل من خلالها المسألة النقدية المهمة في التأسيس للثقافة العربية في وجداننا. كيف يكون احترام الشاعر، وكيف يمكن أن تكون حياة الشاعر؟ يعني عندما استضافه الزبرقان بن بدر وهو من أمراء مكة آنذاك، ولكن طلب إلى المدينة فاعترضت، كانت هناك خادمة في البيت ولديها بنات
وهي ليست من علية القوم ولا يأخذون بناتهم للزواج لأنهم ليس لديهم لا مال ولا حلال. فهي احتالت هذه المرأة فذهب فاستمعت في الليل أنه سيذهب وكذا إلى آخره، فقال لزوجته أكرميه إذا جاء الحطيئة، فذهب إلى المدينة وبقيت. فهذه الخادمة ذهبت إلى زوجها وكان لديه خيمة على أطراف مكة، فقال ولديه عنزة واحدة حسب الروايات، طبعا هذه الروايات التي تقول ربما فيها زيادة نقيصة فيها إلى آخر التأليف، لكن نأخذ الفحوى. فعندما جاء الحطيئة إلى هناك فهي أخبر الزوجة الزبرقان عندما ذهب أنه يريد أن يتزوج إحدى بنات هذا الرجل. فتعرفون موضوع الزوجة ويقال لها هكذا. فقالت لمن في الدار لمن يخدمها إياكم أن تدعوا الحطيئة يدخل مكة على أطرافها، على أطرافها من تكون خيمة هذا الرجل ولديه معزة كذا. فجاء فالحطيئة جاء ما خلوه يدخل، فهو وجد هكذا تعرفون الصحراء ذاك الوقت يعني، فأخذ وأكرمه وذبح له ما ذبح، فقط هذه عنده شاف عنده بس هذه إلى آخره. هذه كلها دلالات على مجرد تعرفون السيميائيات واللسانيات تدخل اليوم يعني المدارس الشعرية اللي ندرس عنها هي هذه، كانت الروافد والشرايين التي تغذي القصيدة. فأولم له في اليوم التالي، سأله من أين العرب، فهذا الرجل عندما أكرم الحطيئة فأكرمه الكرم الكثير، فقال فيه أبياتا بعد ذلك تزوجت بناته. القصة تنتهي كما يقول نزار في بختامها تزوج الأبطال، قصة مش إلا بالحب إلا قصة شعرية بختامها تزوج الأبطال. هذه القصة تدلنا على أشياء كثيرة يعني ثيماتها كثيرة والوقت لا يسعنا في الحقيقة، لكن أردت أن أشير إليها. بعد ذلك هجا الحطيئة هجا الزبرقان، وهنا القصة تكمن أيضا بها دلالات أخرى. فعندما جاء الزبرقان وجد ما وجد الأمر عليه والفضيحة قد وصلت وهو في المدينة، فألقي القبض عليه في السجن الحطيئة. عندما سجن الحطيئة استعطفه بأبيات، فجاء الخليفة الثاني حكم في الشعر، فحكم حسان بن ثابت فقال فيه قولا لا يمكن أن نذكره، يعني أنه لم يهجه ولكنه قال فيه شيء غير يعني شيء نابي كبير جدا للمقولة التي قالها حسان، فألقي في السجن. فاستعطفه بأبيات منها الأبيات الشهيرة: ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، زب الحواصي لا ماء ولا شجر، إلى آخره. فهنا يعني كلمة يذكرها شوق ضيف وتذكرها المصادر أيضا، طبعا شوق ضيف العلامة الكبير في كتاباته رحمه الله، ولكن أشير إلى هذه الكلمة وأنا ذكرتها قبل فترة. يقول: فاشترى منه عمر أعراض المسلمين ب3000 درهم لكي لا يهجوهم مرة أخرى. يعني عبارة تحتاج إلى نظر. إذن هذا هو الشعر، يعني كيف يفعل الشعر أفاعيله في المجتمع وكيف يؤدي دورا كبيرا جدا. وعندما يتداول الشعر طبعا تذهب كلمة، الآن نحن جالسون هنا نقول شيئا، عندما نخرج ربما نقول شيء آخر عن فلان، وعندما نذهب إلى البيت شيء آخر وهكذا. هذه موضوعة الإعلام طبعا. فهذا في العصر الأموي كان بهذا الشكل وبهذه الضخامة. وقصائد النقائض الشهيرة بين الجرير والفرزدق والأخطل، هذا المثلث الشعري الرهيب الذي حفظ لنا اللغة، أيضا دور كبير في حفظ اللغة لهذه النقائض، ليس لها دور تربوي واجتماعي. في حين في العصر الجاهلي هناك قصائد مهمة جدا وأبيات مهمة جدا كان لها دور في صنع ثقافة المجتمع. يعني مثل على سبيل المثال نأخذ القصيدة الشهيرة لامية العرب التي تسمى لامية العرب باعتبارها تنتهي بقافية اللام، كانت هكذا تسمى القصائد. لامية العرب للشنفرة وهو زيدي، ففيها أبيات أقول فيها بيت مهم أو بيتين ممكن أن تدرس والباقي تلغى القصيدة، لأننا اليوم نعيش ليس في زمن القواميس ويقلب الطالب. هذا رأي الشخص حسب يعني من خلال تجربتي التدريسية الطويلة خاصة في جامعاتنا العربية والكسل الذي يلفها والمناهج التي لا يمكن أن نسميها مناهج في الحقيقة، وقد ذكرت ذلك عندما كان
ضيفنا وزير التعليم.